حسن شحاتة. النهاردة عيد ميلاد المعلم نجم الزمالك والمنتخب ومديره الفني السابق، الوحيد اللي قدر مع منتخب مصر يحصل على أمم إفريقيا 3 مرات متتالية. قدر الكابتن حسن شحاتة إنه يجمع المصريين ورا تشجيع المنتخب بأداء قوي وخطط رائعة أهلته إنه يكون المدير الفني الأفضل في تاريخ مصر على الرغم من عدم وصوله لكأس العالم. اتولد حسن شحاتة في 19 يونيو سنة 1947 في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لعب لنادي الزمالك وقضمة والعربي، وحاز على جائزة أفضل لاعب في أسيا سنة 1970، وبعد اعتزاله اتجه للتدريب ونجح في التتويج بلقب بطولة إفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب، ثم فاز بنفس البطولة لكن مع المنتخب الأول عام 2006 و2008 و2010، وحصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في إفريقيا لعام 2008، وصنف كأفضل مدرب في إفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم. وتعتبر أشهر 10 دقائق في حياة الكابتن حسن شحاتة كانت في مباراة السنغال ومصر، حيث كانت النتيجة 1-1 ولم يتبقى في المباراة سوى 10 دقائق، فقام حسن شحاتة لان تبديل أحمد حسام ميدو بعمر زكي، وحدثت المشادة الشهيرة. وفور نزول عمر زكي وتحديدا في الدقيقة 81 قام بإحراز هدف الفوز، وهو الأمر الذي جعل المعلم أسطورة في ذلك الوقت. في هذا الوقت اشتهر الجيل الذهبي مع حسن شحاتة بمنتخب الساجدين، واشتهر العديد من اللاعبين على سبيل المثال محمد ناجي جدو كان أشهر بديل على مستوى البطولات الإفريقية. كل هذه المواقف كانت داعمة لحسن شحاتة أمام الجمهور، وهو الأمر الذي جعله مستمراً في إدارة المنتخب المصري كأطول فترة يقودها مدير فني في تاريخ منتخب مصر، حتى تم إنهاء التعاقد معه عام 2011 بعد مسيرة حافلة مع المنتخب كانت عبارة عن 96 مباراة. فاز المنتخب في 61 مباراة وتعادل في 17 وخسر في 18 مباراة، وأحرز 190 هدف واستقبل 81 هدف، واعتمد على 100 لاعب كان أكثرهم مشاركة هو المدافع وائل جمعة. كل سنة وانت طيب يا معلم.